ولمزيد من المعلومات ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور سيف الدين فرج، الخبير الاقتصادي العمراني. دكتور، بعد التحية، يعني تابعنا بالأمس افتتاح السيد الرئيس لمدينة المنصورة الجديدة، نتحدث أو دعنا نتحدث على أهمية هذه المدينة. افتتاح سيادة الرئيس امبارح للمنصورة الجديدة لأن هي بتمثل طفرة عمرانية في مصر ضمن الخطة الاستراتيجية العمرانية للدولة والقيادة السياسية بعد 2014، لأن مدن الجيل الرابع زي ما قال سيادة الرئيس لا تمثل رفاهية ولكنها تمثل ضرورة، لأن عملية الكثافات السكانية والكثافات البنائية العالية اللي في المدن وصلت إلى أعلى معدلاتها، وبالتالي احنا في أشد الحاجة للمدن الجديدة لتفريغ هذه الكثافات ونقل هذه الكثافات، بالإضافة لأن هذه المدن الجديدة مش بس بتمثل المسكن كمأوى للمواطن المصري، ولكن النهاردة المدن الجديدة بتعتبر إنها بتنفذ مثلث العمران، وهو المسكن، فرصة العمل، الخدمات العامة. بمعنى إن ما عادش المواطن بيروح المدينة دي عشان يبات فيها ويشتغل في مدينة أخرى، ولكن فرص العمل متاحة في نفس المدينة الجديدة، المسكن في نفس المدينة الجديدة. ولما بنتكلم على المسكن بنتكلم على المسكن الآدمي، تهوية طبيعية، إضاءة طبيعية، خصوصية، سهولة وصول، سهولة وصول عن طريق كباري وعن طريق طرق متعددة وعن طريق مواصلات عامة محترمة آدمية، بالإضافة إلى الخدمات العامة زي ما شفنا امبارح جامعة المنصورة الجديدة والمدارس اللي على أعلى مستوى، بالإضافة إلى مساحات المناطق الخضراء الجرين إيريا على أعلى معدلات. كان الأول المواطن المصري ملوش نص متر أرض خضراء، دلوقتي المعدلات بتتعدى 5 متر كل مواطن في المدن الجديدة، بالإضافة لأن كل هذه المدن الجديدة الجديدة الجيل الرابع بتعتبر مدن ذكية، بتعتمد أساسا مش على الكهرباء، بتعتمد على الطاقة المتجددة، بتعتمد على الشمس، كل ده بيؤدي إلى بيئة نظيفة. نعم، إذا يعني مع توافر كل هذه الخدمات التي تتوافق مع يعني افتتاح مثل هذه المدينة التي تعد أولى مدن الجيل الرابع بتوافر الخدمات المختلفة فيها. طبعا يا فندم، مدن الجيل الرابع هي نموذج للحياة، لرفع جودة حياة المواطن المصري. دلوقتي الحياة بتختلف، والدولة دلوقتي كل هدفها هو رفع جودة حياة المواطن المصري. نعم. من حيث المسكن، من حيث فرصة العمل المتاحة، لأن دلوقتي كل سنة في مصر بتزيد 2.5 مليون نسمة، وده معدل عالي جدا بالرغم كل خطط التنمية اللي الدولة بتقوم بيها، ولكن كل الكم الهائل من عدد السكان بيدفع الدولة للأسف للخلف. نعم، جزيل الشكر لك دكتور سيف الدين فرج، خبير الاقتصاد العمراني.